هي الخطط كويسة، بس احنا عايزين الغلا ده ربنا يرحمنا شوية منه. يعني انا معايا 6 عيال، شوية الشاي دول بمشي نفسي بالعافية بيهم، وجوزي راجل كبير. بالنسبة للبيان والخطط اللي هم عايزين يعملوها، لو هتتعمل يبقى خير وبركة، بس الخطط دي بتتكلم، يعني الخطط دي من زمان بيتكلموا عليها وبيقولوا عليها ومفيش حاجة بتتعمل. هو في الأول وفي الآخر هو حلو لينا. يعني مثلا حلو لينا ازاي؟ يعني ده فيما بعد. دلوقتي يعني نقدر نقول احنا الحمد لله احنا في نعمة، ده كل اللي اقدر اقوله. ولو احنا حسبنا من 4 سنين فاتوا احنا كنا ايه وبقينا دلوقتي ايه، فكل ده يؤشر الى طبعا احنا في ازدهار، وكفايه اللي احنا واقفين مع بعض وفي امان. فكل ده اللي اقدر اقوله، يعني احنا الحمد لله في نعمه، يعني نحمد الله ونشكر فضله. ولانه اصلا مش متابع للخطط اللي هم بيتكلموا عنها ديت، فريد حتى يحس بمعاناه اللي هو الشعب، معاناه المواطن. بس هو كده كده البيان سو قلنا ما قلناش، كل القوانين الحكومه تتطبق، احنا ما بنعرضش في اي قوانين، بس عايزينهم يحسوا بينا يعني. والله هم لو عاملين خطط صح يا باشا احنا ما عندناش مانع، ما فيش مشكله، بس برضه يبصوا لنا شويه عادي. يعني احنا كده كده مغلوبين على امرنا، شغالين من يدفع ما بندفع، شغالين عادي. والله ده حاجه تفرحنا، دي اول حاجه، يعني ما تزعلش، يعني ده هي ان الحكومه عايزه ترفع الضغط شويه عن الشعب، دي حاجه ما تزعلش. والراي اللي نازل جديد ده يفرحنا كلنا كشعب مصري، يعني دي حاجه ما تزعلناش والله. ودي حاجه يعني الشعب بصراحه بيعاني معاناه شديده قوي من غلاء الاسعار ومن غلاء كل حاجه، فلما الحكومه تحس بالشعب وتحاول ان هي تراعيه، دي حاجه جميله وحاجه تفرحنا كلنا كشعب. يعني النظام اللي الحكومه ماشيه عليه اقول لك ايه، تمام. بس في حاجه هنا بقى، الغلو ده هينتهي امتى؟ في نقطه احنا مفتقدينها جدا، عمليه ان احنا بنتطور مع النظام الجديد ومع الالفيه الجديده، فدي مطلوبة مننا جدا. هو البن حلو مش وحش، وانت شايف الحكومة في الامن والامان كويس، مش مفهوش ضرر، بس هي الغلو هي دي اللي مضايقة الناس قوي 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 قوي. هو البن كويس، وكل المشاريع اللي بتتعمل دي كويسة، والطرق الجديدة دي كلها كويسة، ماشي، ما قلناش حاجة، بس بيبقى في حاجة على حساب حاجة. احنا شايفين خير في البلد والله الحمد لله. انا راجل صنايعي الحمد لله، وجاي اشتغل هنا من الشرقية، يعني الحمد لله الايام اللي جايه ايام كويسه يعني باذن الله، واحنا شايفين خير باذن الله في البلد. هو الواحد المفروض في الفتره اللي احنا فيها دي يتحمل اي حاجه من يمه الحكومه، البلد كانت منهاره جدا، والفتره اللي جايه دي فتره المفروض الناس كلها تتكاتف جنب بعضيها، لان ده يعتبر زي بيتنا كلنا، احنا كلنا لازم كلنا نكون متكاتفين، ممكن نتحمل بعض الصعاب بس على الاقل عشان خاطر بكره.